لله. إنه مكتب أخلاق ومشكات وخاء، بث روح الحب والإحسان والتضامن. مكتب للدعوة السمحاء في مجتمع أودع الله لديهم أقدس المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. أهلا وسهلا بكم إخواني وإخوتي في برنامج اللغة العربية Arabic in English، كتاب كنوز الكتاب الأول. نحن ولله الحمد we reach the class number 9، الدرس التاسع. Before we starting our class, our brother here Abu Hassan reading some ayat from Quran. وخير بداية لكل بداية القرآن الكريم. تفضل أخي أبو الحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. جزاكم الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الدرس التاسع. استمعوا وأعيد. لدينا هنا we have here الطفل والأم. الطفل that mean the baby or the kids and the أم. الطفل said أنت أمي علميني. Okay, أنت. Here my brother and my sister. The word of أنت is a pronoun for a second person as female. أنت second person for male. Okay, أنت أبي، أنت أخي، أنت أمي، أنت أختي، أنت خالتي، أنت عمتي، like that. Okay؟ أنت أمي علميني، علميني teach me. Okay؟ كيف أخطو ساعديني. Kind of يعني a poem here. الأم answer أنت. Okay؟ أنت because he is male as a boy. Okay؟ أنت. أنت يا عيني صغير وغدا أنت كبير. Okay, so now يعني kind of two poems, one from the baby when I say, other one from أم. طيب we get benefit from this أنت and أنتي. أنتي with female. عليكم السلام. Yes, no problem. أنتي with female, أنت with male. طيب طيب لدينا هنا ختام وتلخيص. اوكي، ختام وتلخيص kind of summary. اوكي، انطق نطقا واضحا. تفضلوا. نعم، طيب نكمل يا برادر. طيب نكمل. من ينطق لها هذه الأحرف؟ Who can pronounce this letter نطقا صحيحا؟ هذا الحرف، الحرف الأول هذا كاف. Okay, this one قاف. أحسنتم. This one ثاء. Okay, this one ذا. Okay, this one ضاء. أحسنتم. This one
سين. جميل جدا. طيب my sister the second line this one صاد. صاد. this one تاء. تاء. okay this one طاء. طاء. okay this one دال. دال. أحسنتم. this one ضاد. ضاد. أحسنتم. this one خاء. خاء. my brother here this one حاء. okay this one ها. أحسنتم. this one عين. and the last one آ or ألف. two sound. okay. طيب أضع دائرة حول الكلمة التي أسمعها. now يعني الحمد لله you have a book. our sister they have a book already with your wife. okay خلاص الحمد لله. طيب now open on this page. I will say the word and circle the word. okay. open in this page exercise number 2. طيب سامر which one first or second. سامر. سا سامر the second one you mean this yes. يلا correct. سامر this one سامر and ثامر. okay I mean سامر. طيب طين which one first or two. طين. 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 this one yes the first one. طاء sound not تين. طين. طيب دروس. دروس the second one or first one. دال. دروس. okay دروس. مظلل. مظلل the first one or the first one here yes مظلل is the first one this one so we have مظلل and مذلل okay so ضاء and ذا. مظلل yes getting under umbrella comes there is ظل we can say. طيب السؤال الثالث here my sister اقرأ الكلمات الآتية يلا read please this. أبي. أبي. أمي. ممتاز. جدي. ممتاز. أخي. ممتاز. أختي. ممتاز. خالي. أحسنتي. continue. خالتي. ممتاز. أمي. عمي. ممتاز. جدتي. ممتاز. عمتي. عمتي. جميل جدا. okay. طيب اقرأ التراكيب التالية. thank you my sister. my brother here. من يقرأ هذه؟ أنا طبيب. جميل. this one هو مهندس. ممتاز. this one هي معلمة. ممتاز. this one أمي. أحسنتم. أنا أحب أبي وأمي. this one جدي. okay opposite. أنا أحب جدي وجدتي. أنا أحب جدي وجدتي. I love my grandfather and grandmother we can say. طيب الدرس العاشر اكتب الحرف الناقص. now we have missing letter. my sister what do you think here missing what. قلم. قلم. what's the letter is missing. قاف. احسنتي. ممتاز. قاف. the second one طبيب. طبيب. ممتاز. what's the letter is missing here. باء. باء. أحسنتي. this one روف. روف. طيب we need some يعني complete word. yes what's the complete word. ظرف. ظروف. yes ظروف. what's the letter is missing. ظ. ظ. this one or this one. لا لا first one. first one. أحسنتي. ظ. okay not ظ. ظ. طيب this one دروس. دروس or درس we can say. So the letter is ضاء. طيب هذه الكلمة الأخيرة تمر. تمر. أحسنتي. what's the missing letter. ميم. ميم. أحسنتي. بارك الله. طيب thank you so much. التمرين السادس أحلل الكلمة ثم أكتب. أحلل الكلمة that I make it separate letter. ثوب. it comes from ثا واو باء. what's the meaning of ثوب. yes قميص. this is my ثوب. طيب second one
باب. باب. يلا make it separate. با ألف با. What's the meaning of باب؟ دور. طيب وقف. وقف واو قاف فاء. طيب وقف what does mean وقف؟ stand. No not stand. Yes not stop. قف stop. وقف stand. Okay. طيب طيب now kind of deduction. So inshallah يعني we can do it inshallah next. No problem. اكتب ما يملي علي. No problem inshallah. نذهب الآن إلى الوحدة الثانية. الوحدة الثانية. Model number two. الحمد لله. We have finished the model number one. Talking about أنا أحب أسرتي. أنا أحب أسرتي. Talking about the members of family. How to say هذا and هذه. How to using some letters of Arabic. The days of week. The number from 1 to 5. All of this we have taken in the unit number one or model one. الوحدة الثانية talking about المدرسة. المدرسة it means the school. أحسنتم. نذهب الآن طبعا هذا الدليل للاستخدام لا مشكلة. التمهيد. طبعا لدينا هنا يعني some kind of picture to show you how to use يعني your education in your life. قبل المدرسة. Okay. The stage of قبل المدرسة we call in Arabic يعني standard الروضة the kinder the KG we can say okay قبل المدرسة before the school okay أثناء المدرسة in Arabic system or in Saudi system we have ابتدائية elementary متوسطة intermediate ثانوية secondary okay three stages. After you finishing your graduated from Thanawiyah, come to بعد المدرسة, الجامعة, the university. So this is the life or this is the way of your education in your life. This is the standard of Arabic or Saudi standard, I wanted to say. روضة, ابتدائية, متوسطة, ثانوية, and جامعة. روضة, if you want to ask me how about years, روضة starts from 4, from 4 to 6. And sometime from 4 to 7 years. This is Rawda. Okay? Then, Al-Ibtida'iyya start from 6 to 12. Then after that, Al-Mutwasita come. Then after that, Al-Thanawiyya come. يعني, the boy or the girl reached the Thanawiyya and their age in 19 years. Okay? After that, they continue their study in Al-Jami'ah. So this is روضة مبتدائية متوسطة intermediate yes intermediate school ثانوية it means secondary school yes and الجامعة it means university yes completing the high education this is يعني we can say inside the جامعة. So we call the مراحل التعليم. In Arabic, we call مراحل التعليم. Okay? The way of education. طيب. الدرس الأول هنا يسمع by ear. يقرأ yes, by eyes. يكتب by hand. Then we have الرياضيات. What does mean الرياضيات? الرياضيات. This one. Not الرياضة. الرياضيات. Maths. Yes. العلوم. The science. Yes. يستأذن. يستأذن. يعني get permission. Yes. If you want to excuse for toilet or something, you call هو يستأذن. هو يستأذن المعلم. Get permission. الرياضة, the sport, yes. الرياضيات, the methods, up one. الرياضة, the sport. الحاسوب, the computer, yes. IT, we can say. مكتب, office, yes. And sometimes we're using the طاولة also, the table here. For example, هذا مكتبي. Okay,
not mean the office, the table one. هنا, yes, it means here, for the close one. هنا. طيب, for the far one, هناك. أحسنتم. This one. For the far one, هناك. محمد هنا وخالد هناك. I can say. Not هنا. هنا, this is يعني local language. It's هنا. Okay. طيب, طالب, student. أحسنتم. طالب, student. طيب, female, how to say? طالبة. Yes, female, we say طالبة. At the end, we have تاون تأنيث or تاون مربوطة. طيب, معلم, أستاذ, مدرس. All one meaning. That mean teacher. Yes. معلم, أستاذ, مدرس. طيب, for female, معلمة or أستاذة or مدرسة. Just add تاون مربوطة at the end. معلمة, أستاذة, مدرسة. طيب, the last one, حارس. What does mean حارس? حارس security. Sorry, sister? Security. Security or guard, we can say. The someone who sit beside the door, outside the door especially, we call هذا حارس. طيب, for female, حارسة. Yes, add the end, تاون مربوطة. To say هذه حارسة. هذه حارس. طيب, جميل جدا. نذهب الآن إلى الدايركشنز. Okay. Starting by north. North one we call in Arabic الشمال. The north one we call شمال. Okay. طيب, what's the opposite of north? الجنوب. Yes, the south. Okay. شمال, جنوب. طيب, take your right, we call شرق. That mean east. طيب, what the opposite of east? West, غرب. We call in Arabic غرب. إذن, yes, west, غرب, east, شرق. إذن, the middle east, الشرق الأوسط, we can say in Arabic. إذن, the direction, again my brother, شمال, جنوب, شرق, غرب. Okay. شمال, جنوب, شرق, غرب. طيب, تفضل يا أخي. الشمالية. Okay, this is يعني, you make it certain place. Now, for example, you say, أين حي الشمالية? Yes, الشمالية. Now make it female sound, yes? At the end we have تاون مربوطة. But here شمالية to certain something. At the end it means north. Okay, at the end north. طيب, now I will ask you about district in Jeddah. Okay? And tell me, where is شمال or جنوب or شرق or غرب? As you know. Okay? The airport in Jeddah, where is it? شمال. Okay. الصواريخ ماركت, where is it? الصواريخ جنوب. جنوب, ما شاء الله, she knows, the lady she knows. Okay, جنوب. طيب, أحسنتي. The sea, غرب. قبلة of جدة, where is it? شرق. شرق, ما شاء الله, تبارك, جميل جدا. طيب, تفضل. In between, يعني for example, شمال جنوب, for example. Wallahi, we can say wasat. Yes, we can say wasat. For example, our now we are in the center of Jeddah. We call wasat Jeddah. Wasat. Okay? Al-wasat. Or wasat. طيب. Other directions, we have starting by amam. What does mean amam? In front of me. Amam. طيب. The opposite of amam. Khalf. Ahsantum. Then, right, we say yameen. Okay. The opposite of yameen? Yasa. Ahsantum. For example, antum amami, akhawati khalfi. Okay. Albabu yameeni, washubaku yasari. Like that.
So we can use these directions. Amam, Khalf, Yameen, Yasar. Sometimes we say Yameen and Shamal, not Yasar. No problem. Yes, same line. Yani Ashabul Yameeni wa Ashabul Shimal. Okay, in Quran. That means using their books by their right hand or by the left hand. طيب. نكمل. الأدوات المدرسية kind of vocabulary. الأدوات المدرسية. Yes, تفضل. Oh, okay. فوق وأعلى. Okay. Our brother asking about on and above. Okay. On, على, وabove, فوق. If you say على, for example, like on in English. The mobile on the table. That means touch the table. على الطاولة. But if you say the mobile above the laptop, okay, يعني فوق, there is a space. This is the difference between على and فوق. Okay, على, that means touch. على يدي. Yes, فوق, I have a space. Must be I have a space. Okay, فوق يدي, يعني I have a space. 1 inch, 2 inch, 3 inch. Okay, depends. طيب, على لا, must touch. طيب نكمل أدوات المدرسة the materials of the school or we can say equipments مسطرة what does mean مسطرة the rule of one we call مسطرة in Arabic هذه مسطرة don't say هذا مسطرة because مسطرة at the end we have تاء مربوطة طيب كتاب book okay هذا كتاب ألوان وكالرز yes wood colors we can say ألوان خشبية water color we can say ألوان مائية in Arabic at the end it's ألوان okay ورقة yes paper or sheet قلم جاف قلم جاف yes not liquid Yes, bin, but not liquid, it's sold one, like this one. This one we call qalamun jaf. The ink one, okay, the ink liquid one, we say qalamu hibr, with ink. Qalamun jaf, this one. Or sometime by half riyal, okay. Qalamu hibrin, that means it has hibr or ink, we can say. Yes. طيب, حقيبة. Bag one, yes. حقيبة بمعنى bag. Yes, also. We can say شنطة or حقيبة. هذه حقيبة مدرسية or هذه شنطة مدرسية. معجم. معجم. What does it mean معجم? Yes. It means dictionary. Yes. This one. معجم is dictionary. طيب مساحة eraser one yes. مزيل the liquid one yes liquid using for delete something okay. It's sometimes يعني comes as white color. طيب براية the sharper yes using for the pencil. Yes. قلم رصاص. The pencil one we call قلم رصاص in Arabic. هذا قلم رصاص. أريد قلم رصاص. أين قلم الرصاص؟ دفتر. Yeah, the notebook. Yes, the notebook. أين دفتري؟ هذا دفتري. حبر at the end. Yeah, ink. Yes. قلم حبر. Okay, using the ink. طيب هل لديكم سؤال this is the يعني some materials using in the school هل لديكم سؤال my sister do you have any question مجيل مجيل معجم معجل معجم okay this one my sister معجم that means لا لا مجيل مجيل مزيل yes the liquid one okay Okay, if you have, for example, writing something and you get it wrong in writing,
You need, yes, the white. The color white. Yes, yes. نكمل. Thank you, my sister. لدينا الآن في المدرسة حوار. Dialogue inside the school. Now we have two characters. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين مكتب المدير؟ أين مكتب المدير؟ That means where is the office manager or the manager office. Okay. هذا المكتب هنا على اليمين. هذا المكتب هنا على اليمين. What does mean يمين here? Right. Yes, on the right side. وأين مكتب الوكيل؟ وأين مكتب الوكيل؟ What does mean مكتب الوكيل؟ Yes. وكيل. يعني the vice manager. What am I saying? Yes, not professor, the vice manager. Yes, this, yeah, not manager, under the manager. We call wakil. Yes, not musa'id, wakil. Or secretary. Wakil, yes. In jet one, we call wakil. But for a school, for example, or any organization, we have mudir, under the manager, we have the vice manager, we can say. Yes, the musa'id, the mudir. Yeah, like assistant, we call wakil. Or نائب مدير. Yes, same. نائب المدير, مساعد المدير, or وكيل المدير. So if the manager absent one day, he will come as manager. Okay. وأين vice manager. وأين مكتب الوكيل؟ ذاك المكتب. ذاك المكتب. هناك على اليسار. ذاك المكتب. ذاك that means that is. هناك على اليسار. There on your left hand. ذاك أو ذلك سوري هير ذلك المكتب هناك على اليسار. So ذلك and ذاك is same. Okay. ذلك and ذاك is same. No problem. أخيرا شكرا عفوا. Okay. ذلك this is the administrative pronoun using for the far one. That mean that is. Yes. ذاك or ذلك. Always we using ذاك in Quran, in Holy Book of Quran. طيب. نريد الآن, we want to practice this. Okay? We need to practice this. Two people now. One says السلام عليكم. Other one, he is in school. وعليكم السلام. أين مكتب المدير؟ هذا مكتب المدير. هنا على اليمين. وأين مكتب الوكيل؟ ذاك أو ذلك مكتب هناك على اليسار. شكراً. عفوا. طيب we need two people now. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. أين مكتب المدير؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. أوكي كيف الحال؟ كيف حالك؟ كيف. الحمد لله. أوكي. أين؟ أين مكتب المدير؟ هذا المكتب هنا اليمين. هنا على اليمين. أوكي. وأين مكتب وكيل؟ ذلك المكتب هناك على اليسار. ممتاز. شكرا. عفوا. عفوا. Another two people, brother. Another two people. Beside together is better. يلا بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. أوكي. أين؟ أين مكتب المدير؟ هذا المكتب هنا على اليمين. على اليمين. أوكي. وأين المكتب الوكيل؟ ذلك المكتب هناك على اليسار. أوكي. شكرا. شكرا. أحسنت. شكرا. عفوا. عفوا. طيب. My sister, now your turn, my sister. Two, please. Like our brother. Imitate our brother here. تفضلوا يا أخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مساء الخير.
مساء النور, my sister. مساء النور. Okay. أين؟ أين مكتب المدير؟ هذا المكتب هنا على اليمين. ممتاز. وأين مكتب الوكيل؟ ذلك المكتب هناك على اليسار. ممتاز. شكرا. عفوا. عفوا. Another two sister please. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سي وعليكم السلام. ريبلاين فول. وعليكم السلام. اوكي. مساء الخير. مساء النور. ممتاز. كيف الحال؟ الحمد لله انا بخير. ممتاز. اين مكتب المدير؟ هذا المكتب هنا على اليمين. ممتاز. واين مكتب الوكيل؟ ذلك المكتب هناك على اليسار. على اليسار. على اليسار. على اليسار. على اليسار. اوكي. شكرا. عفوا. عفوا. جميل جدا. Thank you my sister and also my brother here. طيب نكمل. استمع واعيد. اوكي. مدير. That mean manager. طيب for female. مديرة. اوكي. At the end. And. معلم. Teacher. For female. معلمة. طيب. طالب. Student. For female. طالبة. اوكي. عامل مقصف. اوكي. عامل مقصف. That one who is working in a small shop inside the school. اوكي. For. يعني. Yeah. بوفية. Like بوفية. Yes. عامل مقصف. We call عامل مقصف inside the school, comes inside the school, not outside the school. For female, how to say عاملة مقصف. عاملة مقصف. طيب ملعب. Yes, the playground. مكتبة الصف. مكتبة الصف. Yes. يعني the, yes. Cabinet for books inside the class. Inside the class. And for example, now this is our class. We make it one يعني cabinet for books. Yeah, bookshop. معمل اللغة. معمل اللغة. Dr. Mustafa, what does mean that? معمل اللغة. Yes, language, not center. Laboratory. Okay. Yes, language lab. Language lab. معمل اللغة. أين معمل اللغة؟ Okay. Using this معمل اللغة for listening, for example. Lab. Laboratory. Yes. طيب. Okay. أقرأ وألاحظ. Here my brother, he asked me about the قريب. That means the close one to me. I use هذا for male. هذا محمد. هذا طالب. هذا معلم. هذا خالد. اوكي. هذه فور فيميل. هذه طالبه. هذه ليلى. هذه معلمه. اوكي. ذن هنا. يس هير. طيب فور بعيد. ذات مين فار. ذلك فور ميل وان. ذلك محمد. ذلك طالب. ذلك معلم. اوكي. ذن وي هاف تلك. This is new things for you. Yes. تلك for female. هذه for the close one. For female as far one. How to use? تلك. تلك طالبة. تلك معلمة. تلك أستاذة. Like that. هذه طالبة. هذه معلمة. Because it's close to me. طيب. هناك. There. بعيد. طيب لدينا الآن simple sentences. من يقرأ هذه الجملة؟ الملعب هنا هو قريب. That mean at the end in English how to say the playground is near. It's near to us. It's here. Okay. طيب. Our sister, can you read this please?
تفضلوا يا أخواتي. الملعب الملعب هناك هو بعيد. هو بعيد. يسي الملعب هناك هو بعيد. طيب جميل جدا. My brother, can you read this? هذه المدرسة هنا هي قريبة. هي قريبة. And say up. ملعب بعيد. مكتب قريب. Okay. Here مدرسة sound female. So the قريب should be sound female. قريبة like that. Okay. Because I'm talking about what? About مدرسة. المدرسة هنا. Don't say هي قريب. You have to say هي قريبة. Because قريبة refer to what? Refer to school. Okay. طيب. تلك my sister, can you read this? تلك المدرسة هناك هي بعيد. هي بعيدة. هي بعيدة. بعيدة. ممتاز. تلك المدرسة هناك هي بعيدة. And same thing, we use بعيدة because talking about مدرسة. Okay. طيب جميل جدا. أيضا my brother, can you read this? اوكي على اليمين. معمل اللغه نوت معمل اللغه معمل اللغه بيكوز مضاف اند مضاف اليه على اليمين. معمل اللغه على اليمين. What does mean that? You see the picture. The language lab on my right. Yes, right side. طيب my sister read this please. الصف على اليسار. الصف على اليسار. What does mean that my sister? الصف. What does mean صف? الصف يعني class. Classroom. Yes. The classroom. Classroom على اليسار. على اليسار. يعني on left. Left. Yes. أحسنتي. So the صف. Okay. Or فصل. We have two. صف وفصل. That mean at the end classroom. Okay. The classroom. أين صفي? هذا هو الصف. Or أين فصلي? هذا هو الفصل. طيب. Brother. من يقرأ هذه كاملة؟ أوكي. أين مكتبة المدرسة؟ أوكي. أو المدرسة. سوري. أين مكتبة المدرسة؟ هنا على على اليمين. ممتاز. هنا على اليمين. جميل جدا. طيب my sister read this please. أين مقصف المدرسة؟ أين مقصف المدرسة؟ أوكي. هنا على اليسار. هنا على اليسار. جميل جدا. ما شاء الله تبارك الله. طيب هل لديكم سؤال؟ Do you have any question؟ تفضل يا أخي. Yes. هناك using for place. وذلك using for refer something. For example, if you say where is محمد, I will say ذلك محمد. لكن you ask me where is the place of Muhammad, I will say هناك. Okay. طيب good question brother. طيب اقرأ السؤال وجاوب. Now ما شاء الله you have the book. يلا. أين المدرسة? Where is the answer in your left? أين المدرسة? أين المدرسة؟ أين المدرسة؟ قريب هنا على اليمين. لا. Be careful. أين المدرسة? I'm asking now about مدرسة. Female sound. قريبة هنا على اليمين. Okay. I can say قريبة هنا على اليمين or بعيدة هناك على اليسار. طيب أين المكتبة? بعيدة هناك على اليسار. على اليسار. أوكي. طيب أين الملعب؟ قريب هنا على اليمين. أين المقصف؟ بعيد هناك على اليسار. أوكي. Or can change. يعني أين المقصف I make it قريب هنا على اليمين or بعيد هناك على اليسار. So at the end if you say female sound you have to start by female sound. Okay. مدرسة بعيدة. مكتبة قريبة. Like that. ملعب قريب. مقصف بعيد. Okay. Be careful for using this.
طيب أصل بين الكلمة وضدها. What does mean ضد؟ Opposite. أحسنت. If someone give me the meaning of ضد, it's opposite. طيب now هنا. What's the opposite of هنا؟ هناك. يلا match please. Make a line or anything. طيب my sister. قريب. What's the opposite of قريب؟ بعيد. بعيد. أحسنتم. طيب brother هذا. What's the opposite of هذا؟ ذلك. Okay. ممتاز. Sister هذه. هذه تلك. تلك. جميل جدا. Brother يمين. يسار. أحسنتم. Sister أمام. خلف. خلف. جميل جدا. So this is the opposite. Okay. المعاكس. We call in Arabic. المعاكس. طيب الدرس الثالث محتويات الصف. What inside the class. Okay. Inside the class. الحوار. صباح الخير يا أبنائي. Now the teacher. صباح الخير يا أبنائي. Good morning my sons. I want to say. Then the replying. صباح الخير يا أستاذ. The teacher. ماذا أمامك يا محمد. ماذا أمامك. What does mean that. What is front of you يا محمد. أو محمد. For محمد. محمد what he said. كرسي أبيض وطاولة بيضاء. Okay. Now we have كرسي أبيض وطاولة بيضاء. It's different? Different in color. I mean in color. Different in color or same in color? Aha. كرسي أبيض that mean white chair. طاولة بيضاء that mean table or white table. Same arc, same color. But the difference in the way of pronounce. With male sound, for example, kursi now is male sound. Yes. To make it color, you have to say abyad. هذا قلم أبيض. هذا كرسي أبيض. طيب, with female sound, like حقيبة, شنطة, طاولة, you have to say بيضاء. So the female of color here is بيضاء. At the end, you have to make it ألف and همزة. الله أكبر, الله أكبر. So you say, طاولة بيضاء, سيارة بيضاء. Don't say it, say سيارة أبيض. No, it's wrong. سيارة بيضاء, like that. طاولة بيضاء, حقيبة بيضاء. Or any colors. You mean, for example, red, حمراء, green, خضراء, yellow, صفراء, بني. Okay, but like, yes, brown. Okay, so we have, يعني, to make it as the thing. Think female. The color should be female. Think male. The color should be male. Okay. سيارتي بيضاء. Yes, you have to say my سيارة at the end because you are talking about an original سيارة. Okay. سيارتي بيضاء. طيب. وماذا خلفي يا علي. Now the teacher asks. وماذا خلفي يا علي. He said. سبورة سوداء. Okay, blackboard. سبورة سوداء. شكرا يا أبنائي. شكرا يا أبنائي. The replying is العفو يا أستاذ. العفو يا أستاذ. طيب, we need to practice. يلا, two people beside together. We need only two. One say صباح الخير. He is a teacher. Other one يعني represent the student. يلا two brothers. يلا أحمد and brother. I hope two brothers. أحمد you can't give it to جبريل and my brother behind you. أحمد جبريل and my brother. تفضل يا جبريل. السلام عليكم. Okay.
is not working, I think. On in the middle, yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabah al khairi. Yeah. Sabah al khairi. Ya abnai. Abnai. Okay. Sabah al khairi ya ustad. Okay. Then ماذا امامك يا محمد؟ Okay, ماذا امامك يا محمد؟ امامي كرسي ابيض. Okay. والطاولة بيضاء. بيضاء، ممتاز. وماذا خلفي يا علي؟ يا علي. سبورة سوداء. Okay. شكرا يا ابنائي. عفوا يا استاذ. يا استاذ. طيب، two of my sister. Using this dialogue. يلا تفضلوا يا اخواتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أبنائي. صباح الخير يا أستاذ. ممتاز. ماذا أمامك يا محمد؟ أوكي. ماذا أمامك؟ ماذا أمامك يا محمد؟ ممتاز. أمامي كرسي أبيض وطاولة بيضاء. وطاولة بيضاء. طيب. كومبليت. وماذا خلفي يا علي؟ أوكي. سبورة سوداء. شكرا يا أبنائي. العفو يا أستاذ. يا أستاذ، جميل جدا، بارك الله فيكم. Thank you so much my sister and my brother. Excuse me doctor. تفضلي. Why did he say وماذا خلفي؟ Yes خلفي because he talking about himself. أيو أوكي. أوكي بارك الله فيك. وماذا خلفي on my back. Yes ماذا that's mean what is on my back. Okay. طيب. جميل جدا. أنا ذلك بس ماي سيستر. شكرا يا أستاذ. بارك الله فيكم. طاولة. تيبل. يس. طاولة. It means table. طيب. أستمع وأعيد. أوكي. من يقرأ هذه الكلمة؟ يمين. This one. يسار. This one. خلف. ماي سيستر. أمام. أوكي. هنا أحسنتم. هناك جميل جدا. طيب نقرأ هذه my brother. Can you read this؟ السبورة أمامي. Okay. This one معلم. Okay. This one الحقيبة على يميني. الحقيبة على يميني. Now for example الجوال على يميني. الحقيبة. طيب my sister. الكتاب على اليسار. على يساري. على يساري. Direct like على يساري. Okay. الكرسي هنا. ممتاز. الطاولة هناك. الطاولة هناك. الطاولة هناك. Yes. And ما شاء الله all pictures represent the كلام. Okay. All pictures and describe the word under. طيب نقرأ أيضا. من يقرأ هذه my brother؟ هذا أزرق. هذا كتاب أزرق. هذه طاولة زرقاء. You say طاولة زرقاء. هذا كرسي أحمر. جميل جدا. My sister. هذه حقيبة حمراء. ممتاز. This one. هذا قلم أسود. ممتاز. This one. هذه مساحة سوداء. جميل جدا رائع. طيب my brother here. هذا دفتر أصفر. This one. ممتاز. This one. أخضر. What does mean أخضر؟ Green. Yes. You say it's green. My sister. هذه ممحاة. هذه ممحاة خضراء. خضراء. هذا جدول صفراء. أصفر. جدول أصفر. أصفر. هذه هذا قلم رصاص أسود. أسود. أوكي. هذا
معجم أحمر. معجم أحمر. طيب جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. طيب إن قرآن سورة البقرة سيد بقرة صفراء فاقع لونها. هي سيد بقرة and صفراء. You say because بقرة is female and صفراء the color must be yellow. Yes. تفضل يا أختي. دكتور أين مكتبه؟ What is the meaning؟ أين مكتبه؟ أين مكتبه؟ لا مقصف. مقصف. Okay. The small shop inside the school. Like بوفية. Like shop يعني coffee shop. Yes, like coffee shop, like bufia, we can say. Yes. Inside okay. The school. Thank you. Yes, school canteen, yes, of course. But inside the school, not outside. يعني close when the school close, open when the school is open. Okay. طيب, جميل جدا. Okay, ألاحظوا or أقرأ وألاحظ. يلا, my brother, read this, please. ماذا؟ حقيبتي الخضراء. اوكي امام كتاب اخضر. طيب here we have a rule, we have a grammar. After امام should be اوكي حقيبتي. اوكي you see here ماذا امام الحقيبه. So امام here is ظرف مكان, we call in Arabic ظرف مكان. Like what? Like preposition of place in English. So any word comes after amam should be in genitive case. يعني should be مجرور. Should be مجرور. يعني don't say ماذا أمام الحقيبة. No, it's wrong. ماذا أمام الحقيبة. This is grammar rule. Okay. ماذا أمام الحقيبة الخضراء. أمام الحقيبة. Okay. Even you change حقيبة to, for example, الطاولة. ماذا أمام الطاولة تي. Change طاولة to سيارة. ماذا أمام السيارة تي. Change the سيارة عن طاولة to طالب. ماذا أمام الطالبي. Okay. ماذا أمام الطالب. Because any words comes after أمام should be in genitive case. Okay. مجرور. Should be مجرور. Because this is ظرف زمان. We have ظرف زمان, we have ظرف مكان. ظرف زمان, sorry, this is ظرف مكان. And we have ظرف زمان. ظرف زمان like عند, for example. Inshallah we know it. Alhamdulillah, in كتاب المدينة we know it about this. طيب, my sister, نقرأ هذه. ما جاء خلف الطويلة طويلة الزرقاء. الزرقاء, okay. خلف الطويلة طويلة الزرقاء كرسي أزرق. كرسي أزرق. جميل جدا. طيب number four, أصل بين الصورة والعبارة المناسبة. matching between the عبارة and صورة. my brother start by number one. القلم الأزرق أمام الكتاب الأصفر. which picture is 1, 2, 3, 4, 5. the first one. Okay, show me where is the book. Or yes, book asfar. Yes, this one. And al qalam amam. Okay, that's right. Sahih. طيب al qalam al ahmar خلف الكتاب الأخضر. Where is it, my picture? My sister. Which picture? First, second, third, fourth. Second. That's the second one. This is the green book and the red one. الدفتر الأزرق أمام الحقيبة السوداء. The third one. Yes, of course. الدفتر الأزرق أمام الحقيبة السوداء. طيب الدفتر الأسود أمام الحقيبة الزرقاء. Where is it, my sister? Fourth one. Yeah, the fourth one. الدفتر الأسود أمام الحقيبة الزرقاء. طيب جميل جدا. أقرأ ثم ألون. So this is kind of colorful. You have to bring the colors. No problem. Do it in home. طاولة زرقاء. That means use what color? Blue. Okay. قلم أزرق using لا أزرق. Blue. Yes. حقيبة سوداء. My sister, how to use which color? Green. حقيبة سوداء. Green. سوداء. Black. Black. Be careful. جرس أسود.
black. Black, yes. Aswad, that means black. طيب, صبورة خضراء. صبورة خضراء. What color is? Green color. كتاب أخضر. What color is? Green. طيب, my sister. ورقة صفراء. Which one, yeah, my sister? ورقة صفراء. Which color? Yellow. Yellow one, yes. دفتر أصفر. Yellow. Yellow one, yes. طيب. أصل بين الكلمة وما يقابلها. يلا. Now we have, ما شاء الله تبارك الله. We have to make it, يعني minimize. Okay, طيب. أبيض. أبيض with what? Yes, أبيض. But matching with something. Now, أبيض what? With أسود. أحسنت. أبيض with أسود down. You say? أبيض with أسود. طيب. أمام with sister. أمام with? خلف. طيب. شكرا. My brother with? عفوا. معلم with? طالب or طالبة. طالب. ابن with لا ابن with أب. أوكي. صباح with مساء. ممتاز. هنا with هناك. My sister يمين with يسار. جميل جدا. So matching this يمين with يسار. طيب في الدرس الرابع نتوقف my brother here. نتوقف في الدرس الرابع my brother and my sister.